بها بمناسبه عيد، مناسبه اصدارها ومناسبه عيد ميلادها. كان أول إصدار لي هو مجموعة قصصية عنونتها بدرع الوطن، ثم انتقلت من عالم القصة القصيرة إلى عالم الرواية، فبدأت أكتب يعني وأخوض تجربة متواضعة في تأليف روايتي التي صدرت بهذا الشهر، وهي رواية تحت عنوان شمس بحجم الكف. إذن بالنسبة لكيف عبرت من خلال كتابة القصة القصيرة إلى الرواية، فأنا انتقلت إلى الرواية من خلال بوابة القصة، حيث وجدت فضاء أرحب وأوسع يعني يمكنني من الحديث بشكل أكبر وبشكل أكثر حول الأحداث، ويعني سرد سلسلة من الأحداث. وأيضا فيما يخص الشخوص، فوجدت أنني بإمكاني أن أعطي أكثر في مجال الرواية. في البداية يعني ضروري كما كتعرفوا كيكون في البداية أكيد هناك صعوبات، لكن الحمد لله بالإصرار ويعني بالإصرار والجهد والدعم من خلال يعني من خلال الأسرة، من خلال الساكنة مدينة تحلى الذين أوجه لهم بهذه المناسبة الشكر والتحية. فمن بين الصعوبات التي واجهتني في البداية هي أنني لم أكن أعرف كيفية اختيار المجالات التي أكتب فيها، لكنني اكتشفت بعد العديد من القراءات، يعني قرأت في مجالات متعددة، أنواع من الأدب المختلفة والمتنوعة، فوجدت أنني أميل أكثر إلى المجال الاجتماعي وأكتب في كل ما هو واقعي. أنا أحب مناقشة المواضيع الاجتماعية، لذلك من خلال تجارب اجتماعية وعلاقات اجتماعية بيني وبين الأشخاص من هذه الفئة، من فئة ذوي الهمم، اكتشفت أنه رغم الصعوبات التي يعانون منها إلا أنهم مصرون على تحقيق أحلامهم، وهذا كان أكبر حافز لي للكتابة في هذا الموضوع. القراءة هي كما كنقول ديما أن هذه الرسالة هي موجهة للآباء، لأنه إذا كان هناك طفل يعني ليست هناك علاقة وطيدة بينه وبين الكتاب، فالسبب يعود في ذلك إلى تربية أسرته. لذلك فأوجه رسالة إلى الآباء لكي يربوا أبناءهم منذ الصغر على القراءة، وإلى الأبناء لكي يوطدوا هذه العلاقة بينهم وبين الكتاب.